ميسان باتجاه قصيبة أو باتجاه أي جامعة أو حي الحرية. نهاية الشارع من جهة دور النفط بوضعية تعبانة، بسات، تراب. هسه احنا راح ندخل ناحية الجامعة من جهة دور النفط. هذا هو الشارع. هسه هنا هو التراب. سي بي اس ما اعرف حصو وضعيته تعبانة يعني. هم هسه بالمشروع واصلين بي حتى مسوي له رصيف نهايته. هذا الرصيف احنا نتمنى على الدرابين حتى نخلص من الازدحام والمواسم، نخلص من الطسات، لان هذا الشارع تشوفه اللي قدام راح يصير صب، ورا الصب اكو تبليط، ما اعرف ليش المقاول عاف على هاي الوضعية. بايت هذا السي بي اس وهذا الشارع هسه صار صب. هاي صبابه ما اعرف ليش المقاول عاف على هاي الصب. يعني هو الشارع كله ما يتجاوز يجوف طوله الكيلو متر واحد. احنا نحتاج هذا الشارع ليش؟ لان يخلصنا من في الكمال الصناعية، يخلصنا من ازدحامات مال المعهد الفني، مال كلية التربية، كلية التربية الاساسية. هسه هاي راح نستدار يمين ندخل للمنطقة. دخلنا المنطقة، هذا التبليط مال المنطقة اللي هو هذا شارع 30 اللي يقسم المنطقة بالعرض. وين ما تحب تروح للمنطقة روح. هنا هو الغاية الرئيسية.